لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مهما ضاقت عليك الدنيا بأسرها انظر للسماء تكفيك سعة السماء، لهذا احيا في ساعتك في لحظتك في جمال وقتك، عش مملكة نفسك واحيا دائما وانت تنظر للسماء، فالسماء لا تضيق بأحد، فكيف برب السماء؟ كيف برب السماء؟ ما أوسع الله الأرض إلا لتأويك وتحتويك، وما رفع عنك السماء إلا لتنظر إليها بسعادة ولهفة، وما أجرى لك الأنهار إلا لتمتع العين بها، وما أرسلك الجبال إلا لتتسلق عليها متمتعة بجمال الكون بأسره. لهذا لا تضيق ذرعا ولا تجعل قلبك يضيق مهما كنت ومهما عانيت، فإن الله عز وجل شأن بيده المقادير. وما خاب عبد قال يا الله، لا يخب عبد قط قال يا الله، واتجه لربه ومولاه وعلم أن الله سبحانه من سعة رحمته لا يضيقها على أحد أبد، لا يضيق على أحد. فحتى تحيا سعيدا مطمئنا ألقي كل الهموم من قلبك في بحر الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. على ماذا تحزن؟ تحزن على ضائقة مالية؟ الله لم يطالبك بعمل غد فلا تطالبه برزق غد، والليل لن يبقى سرمدا على الدنيا، والهم والغم لن يبقى سرمدا عليك أبدا. سيأتي الفجر لا محالة ويشرق بعنان يومك وبسماء يومك حتى تبتسم وتبتهج. فعلى ماذا تحزن؟ تحزن على أبنائك؟ تريد أن تؤمن مستقبلهم؟ من أمن مستقبلك؟ أنت ألم تبني مستقبلك بتوفيق من ربك؟ الله إذا أحب لا يخذل ولا يترك ولا ينسى سبحانه، يبقى مع حبيبه، يبقى مع حبيبه أبد الدهر سبحانه وتعالى. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ما أجملها من آية، أنت بعين الله إن صبرت على أمر الله. اصبر على القضاء والقدر وعلى الابتلاء والشقاء وعلى المرض، ستكون بعين الله، ما حييت ولن يضيعك المولى، وما كان الله ليضيع إيمانكم، الله لا يضيع أحد سبحانه سبحانه وتعالى. لهذا اتكل على ربك واعلم أن الله سبحانه وتعالى على قدر توكلك عليه يعطيك الله سبحانه وتعالى ما تريد. على ماذا تحزن؟ سألك بالله على ماذا تحزن؟ على أنك لا تستطيع أبدا أن تجتمع مع أهلك، ابتعدت عنهم عن وطنك وتغربت، فوقع في قلبك الحزن لأنك بعيد عنهم، ما تدري ابتعد النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة فرجع لمكة وفتح مكة ورفع الله شأنه سبحانه وتعالى. على ماذا تحزن؟ ما يوجد بلاء يأتيك إلا واعلم أن الله سيمنحك بصبرك أضعاف العافية جل وعز. لهذا قوم حياتك، قوم هذه الحياة ما استطعت، وأقبل على ربك، لا توظف الحزن بعقلك، وأوكل الحزن لله، أوكل الحزن لله، ومن وكل أمره لله فرج الله عنه ما فيه. كم من حزن يعتريك فتأتي لمقومات العقل تفقد أسس الخروج من الحزن، ما تستطيع، لكن الله يجعل له باب لم يخطر ولم يخطر على بالك ولا على بال الأمة جمعا. كلنا يذنب وكلنا يقع بالخطأ وكلنا تجتاح الشهوة والنزوة والشقوة كلنا، لكن الله يعاملنا بعين محب لا بعين عقاب ولا بعين افعل ولا تفعل، بل يعاملك تب واستغفر سبحانه وتعالى. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه
ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين.